غادي نكملوا الجولة ديالنا اللي بدينا في الباطو. يلا معايا البنات تكتشفوا فين مشينا ومنين جينا وتشوفوا شنو اللي كان في الباطو. السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الجولة ديالنا بقى مستمرة في الباطو كما كتشوفوا. بعد ما شفتوا في الفيديو حطينا الحويجات وريتكم البيت وكل شيء، هنايا خرجنا باش غادي نتعشاو وصل الليل. كما كتشوفوا خرجنا نتعشاو، ولكن هذا الوقت مازال ما فتحوش الريستورا ديال العشاء، وقلنا علاش لا نديروا واحد الجوله. كما كتشوفوا الريستورا هي هذه، مازال كيقادوا فيها مسدوده. ملي كيوصل الوقت راهم كيعيطوا، اللي باغي ياكل واللي مخلص يجي ياكل. المهم كما كتشوفوا قلنا نستغلوا هذه الفرصه وندوروا شويه هنايا في الباطو. خرجنا على برا كما كتشوفوا، هاد الاثناء هذه واقيله فرنسا، هاد الضواو اللي كيبانوا، حيت ملي كتوصلي لشي بلاصه فيها السكنه وفيها سميتو كيطلق الويفي في التليفونات، ومني كيكون في وسط البحر تقطع الويفي. المهم كما كتشوفوا المنظر زوين بالليل واخا كاين البرد. شوفوا هاد الكلب حتى هو كيتنشوا هنايا في البرد. المهم كما كتشوفوا البنات الجو برا الصراحه غزال. صافي درنا هاد الدويره وقلنا نرجعوا لواحد المحل كاين تما. دخلنا لهذاك المحل، بدينا كندورو فيه. كما تشوفوا عجبوني هاد الايات وهاد الديكورات زوينين الصراحه. خصوصا هادو عجبوني بزاف كما كتشوفوا البنات. وفكرت حيت باقي ما شريتش دوك الايات اللي كنت قلت لكم في الصالون، وفكرت فيهم مع صغيورين، قلت لي علاش لا ما ناخذهمش نديرهم في ديك البلاصه. المهم عجبوني، عجبو حتى راجلي الصراحه، هو عجبو حتى هادو الطبيصلات. قلت لي ما كاينلاش ناخذو جوج فحال فحال صافي. وكما كتشوفوا كل شيء عندهم في هذا المحل، حيت كاين محل واحد اللي في الباطو فيه جميع اللي بغيتي فيه، حتى الكسكسو البنات كاين الا بغيتي تفوروا. المهم كما كتشوفوا البنات كل شيء الحمد لله كاين. الماناط اللي كيبغي يشري شي حاجه وما كيكونش جايبها معاه ولا شي حاجه، تيبغي ياخذها من هنايا، تيتفكرها وكياخذها من هنا، غير هو الثمن تيكون الثمن شويه زايد. المهم شوفوا دوك الكوكوتات هنايا كلشي جايبينو احمر حيت عارفين راس الحال. وهنا الروايحه البنات، الروايح غاليين الصراحه، هادو دايرين 32 أورو 90. هادو زعما راهم رخاص شويه، وبالنسبه لهادو اللي ما فيهمش الثمن دايرين لهم 20%. كاين الثمن ديالهم في الكرطونه، يعني كاينه الريحه اللي كدير 120 130، كتحيدي من هذيك السكونط 20% وكتبقى بتسعين 92 ولا 95، يعني على حسب شحال الثمن. انا هنايا ما كنتش شايفه الثمن، ما شفتش الاثمنه، تا رجعت للمحل تا صورت، وعقبت رجعت للمحل وسولت قلت فينا هو الثمن ديال هادو، عاد باش وراني قال لي الثمن ديال هادو دايرينو ورا الكرطونه في الكرطونه لداخل في من اللور، يعني تهزي الكرطونه وتقلبيها وتشوفي الثمن. بالنسبه لهادو اللي دايرين لهم 20%، اما الاخرين حاطين لهم الثمن مباشره 32 أورو وقيلة، ياك 32. المهم راكم شفتوا الكرطونه، مع انا راه فيا النسيان. 32.90 ها هي دايرينها حتى في هاد الفيترينه، هادي الفيترينه الاولى والفيترينه الطرفانيه. شوفوا الزرابيه البنات اللي تفكر بغا يدير شي زربيه، هنا كاينين الزرابي. هاد الروايح هادو روايح اخرين، هادو دايرين فيهم سكونطو ديريكت وقيلة 22. غادي تدور الكاميرا وغادي نشوف معاكم. المهم ما تصوروش هاد الاثناء تنمنطي معاكم اش كندير، كنشرب فاتاي البنات. انا راه مدمنه على اتاي. شوفوا 22 أورو و90 دايرين الروايح هنايا، دايرين لهم السكونطو مسكونطين هادو، حتى هما فيهم الريحه زوينه الصراحه، يعني اللي باغي شي روايح يديهم. وهنا كاين هادو ديال الناموسيات زوينه، هذيك الاولى كما كتشوفوا هادي عجبتني الصراحه، وهادو ترابونتات كما كتشوفوا. هادي حمقاتني، هادي الصراحه هادي حمقاتني خصوصا باللون وكلشي حتى في الثوب ديالها. اما هادو ديال المبره، هادو ديال المبره، هادي عندي انا وحده بالخضر بارد، عندي وحده بالخضر بارد، ولكن ما خديتش منهم حتى وحده الصراحه.
اللي عجبتني عجبتني هذيك الاخرى، ولكن الاثمنه ما عرفتش شحال الاثمنه، ما سولتوش على الاثمنه، وقيلا حتى هي تكون في الكرتونه. انا ما فقت صراحه ملي درت التصوير، ما فقت حتى الاخر القلبه ديال الطريق، وكما تتشوفوا كي شتو يلا وصلنا وسميتو وتسارحنا واحد شويه وخرجنا، قلنا بدلنا حوايجنا وخرجنا نتعشاو. المهم عقب مشى راجلي خلص العشاء، حكمني ما خلصناش حنا في البيي، اللي بغى يخلصوا في البيي تيخلصوا في البيي، اما اللي باغي يخلصوا تيوصل هنا كيوصل هنا ويخلصوا بثمن اخر. يعني كاين الفرق بين البيي وفاش توصلي هنا تخلصيه مباشره، في البيي تيكون شويه زايد. ملي قطع ولدي صابعه في البيي شويه زايد، ولكن ملي قطعناه هنا شويه ناقص. يعني مشى راجل خلص خلص الماكله فيها 100 يورو، يعني تبقاي تاكلي فيها تتكمل، الله يعملك ديري فيها جوج الماكلات على حسب الثمن ديال الماكله اللي غادي تاكلي. كنهضر لكم على الماكله. المهم راه خديت هاد الايات البنات من بعد نوريهم معكم، وخليني نكمل لكم على حسب الماكله اللي باغي يعرف تفاصيل عليها. بالنسبه للماكله كما قلت لكم جينا هنايا خلصنا 100 يورو، 100 يورو والعار تكفى. علاش؟ حيت اللي باغي يتغدى ويتعشى ويفطر راه 100 يورو وغادي يزيد عليها. المهم غادي نبقى معكم ونوريكم تنشوفوا فين وصلنا بال100 يورو. المهم غنتعشاو بها اليوم، اليوم غنتعشاو بها في هاد الاثناء هادو اللي كنصور، وغادي نفطروا منها وغادي نتغداو منها وغادي نتعشاو منها، وغادي نشوفوا حكاية ملي كتخلصي البنات في الباطو كتخلصي كيعطيك واحد السكيده، وديك السكيده هي اللي كتديها الكاسه، يعني في بلاصه الخلاص كتاخدي في سيرفيس سان سيرفيس الماكله كتدي تخلصي بديك السكيده. دروك معايا كلشي غنوريه لكم بالتفاصيل، غير بقاو. المهم غير نوريكم كيفاش باش هكا واحد شحال هادي ما جينا في الباطو. الصراحه الاكثريه كاين اللي شحال هاد، انا بعدا اللي كنهضر لكم مني كانوا ولادي صغار كنت نمشي في الباطو، فاش ولاو ولادي شويه ولاو يتمشاو ويمشوا على رجليهم كنمشي في الطياره. ايوا هادشي اللي كاين. المهم بالنسبه انا درت لكم جوله البنات في الطواليط حاشاكم اعزكم الله. المهم بغيت نوريكم كل شيء، حيت كاينه البنات اللي قال لك صوروا صوري لينا كل شيء، ما نصور لكم انا كل شيء ماشي مشكل. المهم كيما كتشوفوا هنايا في هذا الاثناء تنسينو في الريستوره تفك، مازال ما وجدوش تفك مع 7:30، 7:30 في هذا النهار هذا فاش دخلوا الناس وبغاو يتعشاو اول عشاء في الباطو ملي طلعنا تعطلوا شويه في سميتو في السيرفيس. المهم هنا حلوا الريستوره، دخلنا كتاخدي البلاطو كتقادي بلاطو راسك، يعني كديري السيرفيس داكشي باش مسمينو سين سيرفيس. المهم كتمشي حدا الماكله. المهم بقاو معايا راكم غادي تشوفوا التفاصيل كلها. نزيدكم البنات بالنسبه اللي ما مخلص لا في، المهم بالنسبه اللي ما بغاش يخلص مني يدخل الباطو تيكمل، يعني تيوصل الباطو، اللي ما بغاش يخلص يقدر يخلص غير عشاء واحد ولا غدا واحد ولا فطور واحد. يعني كتدخلي بحال هكا كتاخدي صينيتك تاخدي فيها اللي بغيتي، كتمشي لجهه الماكله كتاخدي الماكله اللي بغيتي كتقولي لهم هما كيعطيوك، كتقولي لهم بغيت هذه ولا هذه كيعطيوك، انتما كتشوفوا قدامكم صافي. كيمشي للكاسه كيعطيهم كونطانتي ولا يعطيهم التيسيره ديال البنك ولا يعني بانك مانتي يخلص بها. بالنسبه الناس اللي خلصوا في البيي خلصوا شويه الثمن شويه غالي، ملي كتجي هنا كتخلصي شويه الثمن مرفوع. حنا خلصنا 100 يورو وما قدتناش البنات، تصوروا ما قدتناش 100 يورو. المهم نهضر لكم عليها في المره الجايه ان شاء الله. 100 يورو ما كفاتناش هاد الاثناء، ما كفاتناش تغدينا تعشينا من هاد العشاء وتغدينا بها وفطرنا منها وتعشينا منها جوج عشيان. هانتوما نقول لكم في هذيك 100 يورو جوج عشيان وفيها فطور واحد وغدا واحد. المهم كتاخدي داكشي على حسب الثمن، يعني الثمن هنايا كان عندهم الحوت والروز، اختار راجلي الروز مع البطاطا وخديت انا الحوت. الحوت وشنو خديت تاني؟ المهم انا خديت الحوت، خديت